وللحديث أكثر معنا من بكين زميل أول في معهد بانغول وأستاذ مساعد في جامعة رينمين في بكين الدكتور كيندو شو، ومن برلين معنا الباحث السياسي ماجد كيالي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك أستاذ ماجد من برلين، يعني كيف يمكن للدول الأوروبية أن تنظر إلى هذا المقترح من جوزيب بوريل بداية؟ يعني طبعا هذا المقترح ليس بمعزول عن الأوضاع المتأزمة في العالم وتحديدا نتاج الغزو الروسي لأوكرانيا. طبعا هذا الاقتراح يعني لن يتم الأخذ به ميكانيكيا، لأننا نعرف أنه هناك وجهات نظر متعددة في القارة الأوروبية أو بين القادة الأوروبيين. إحنا شفنا الرئيس الفرنسي قبل فترة صرح بأن زيارته للصين عن أنه يجب أن تكون أوروبا يعني خارج تلك الصراعات أو خارج تلك الاصطفافات، إن كان مع الصين أو مع الولايات المتحدة تحديدا. طبعا أنه عدم التبعية في تلك السياسة الخارجية للولايات المتحدة بما يتعلق بتايوان تحديدا. لكن مع ذلك هناك وجهة نظر أخرى، يعني ليست يعني بالضبط أنه بتقول أنه يجب أخذ موقف الولايات المتحدة، ولكن وجهة النظر الأخرى تقول أن على أوروبا أن لا ترتهن، أن لا تكون مرتهنة إلى الصين، وأن يكون لها سياسات مستقلة. وهذا أيضا نابع عن يعني رؤية الغرب أن الصين تبدو وكأنها منحازة إلى روسيا في غزوها أوكرانيا، وهذا أمر يخص أوروبا تحديدا. بمعنى أنه هناك أيضا وجهات نظر تتوجس من السياسة الخارجية الصينية في وهي في وجهة نظر بوريل برأيك؟ طبعا طبعا بوريل وألمانيا، حتى ألمانيا في هذا الإطار يعني تتحدث عن أنه يجب أن يكون هناك حرية للعمل الأساطيل في إن كان في بحر الصين الجنوبي أو في مضيق تايوان. طيب. باعتبار ألمانيا ترى أنه مضيق تايوان هو ممر دولي وليس ممر يعني يتبع لدولة معينة هي الصين. طيب أرحب مجددا بك دكتور كيندو، يعني كيف تنظر الصين بداية لهذه التصريحات، خاصة وأنه هي آتية هذه المرة من الاتحاد الأوروبي، يعني ليست من عادة تكون بتصريحات ورسائل مباشرة وغير مباشرة، وأقصد طبعا الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لاستضافتي. إذا ما طرحنا السؤال على الصينيين بشأن تصريح بوريل، طبعا هناك استياء وعدم رضا إزاء هذا التصريح، أولا بسبب ربما وجهة نظر أو البعد الجيوغرافي من الاتحاد الأوروبي عن الصين، وبالتالي من الصعب أن نفهم تصريحات السيد بوريل في هذا الإطار. وطبعا هذا قد يعد ربما تدخلا في الشؤون الصينية، و هذا أمر سخيف بالنسبة للصين، هذا ادعاء سخيف من جانب السيد بوريل. وأيضا نحن لا نعلم ما هي السياسة الأوروبية إزاء الصين تحديدا. مثلا الرئيس الفرنسي ماكرون تكلم عن الاستقلالية الاستراتيجية عفوا، وطبعا تكلم عن السفن وعن التبعية لواشنطن، ونحن نعلم أن واشنطن تريد أن تتفادى صعود بيجين وصعود الصين، وبالتالي هي تستخدم تايوان كأداة أو كسلاح. أما الاتحاد الأوروبي وطبعا موقف بوريل يبدو وكأنه مغيرا لموقف ماكرون، وطبعا هو يعيد تكرار السياسة سياسة واشنطن إزاء تايوان وإزاء الصين بشكل خاص. وطبعا هذا البيان يبدو في صلب اهتمامات الصين، لا سيما أن مسألة تايوان هي طبعا مهمة بالنسبة للصين ومن الصعب للصين أن تقبلها. دكتور كيندو، يعني هنا لدي نقطتين أود أن أسألك عنها. يعني بداية عندما نتحدث عن
أو إذا ما أخذنا فعليا أنه الصين اليوم لا تفهم لماذا من بوريل يصدر هكذا تصريح بسبب البعد الجغرافي، يعني نوعا ما هو أوضح بأنه الموضوع متعلق بالتجارة والاقتصاد والتكنولوجيا، وهذا مهم بطبيعة الحال لدول الاتحاد. ما رأيك بهذا؟ يعني كأنه ببيانه كان أو بنقطه أوضح لماذا يريد القيام أو من دول الاتحاد القيام بهذه الدوريات. لو سمحت لي أود أن ربما أقارن مع الوضع في أوكرانيا، فبطبيعة الحال هناك اهتمامات دائما في كل الأزمات، مثلا مثل الأزمة في أوكرانيا، وطبعا هناك اهتمامات، وطبعا في بعض الأحيان هناك ربط غير صحيح وبالاهتمامات، هناك مثلا باهتمامات بالغذاء في أوكرانيا والأمن الغذائي، ولكن هل يقومون بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا بالرغم من أن لديهم اهتمامات أوروبية في هذه الأزمة نوعا ما؟ كلا، لا يقومون بذلك، هم لا يرسلون السلاح إلى أوكرانيا، وطبعا هناك أو إذا ما قاموا بإرسال السلاح فهم يصبون الزيت على النار في هذه الحالة، وبالتالي أصبح من الصائب القول إن التوترات التي تتصاعد منذ 2016 بين الصين وتايوان والقيادة في تايوان، فإن تايوان تخلت عن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في عام 1996 أو القائلة بأن تايوان هي جزء من الصين وأن هذه الجزيرة تعد ضمن الأراضي الصينية، ولكن هم تخلوا عن هذه الاتفاقية، ما يعني أنهم تخلوا عن الحوار مع الصين، وهذا يعد تغييرا للوضع الراهن والأساسي، وهذه جذور المشكلة. وبعدها زارت نانسي بيلوسي تايوان. صحيح، وبعدها زارت رئيسة تايوان، أو حسب ما وصفتها للخارجية الأمريكية بأنه كانت بترانزيت في عندما التقت مع رئيس مجلس النواب الجديد بعد زيارة لها في أمريكا اللاتينية. كل ذلك يؤجج الموضوع. لكن حول النقطة الثانية التي طرحتها دكتور كيندو، أود أن أسأل عنها أستاذ ماجد، وهي تحديدا عن السياسة الأوروبية تجاه الصين. يعني حتى عندما نرى اختلاف بوجهات النظر أو حتى ربما بالتعبير بين الرئيس الفرنسي وبين المستشار الألماني أولاف شولتز، في حال حصول أي طارئ، هل سنكون أمام موقف أوروبي موحد؟ يعني أنا أرجح أنه طبعا سيكون هناك موقف أوروبي موحد، لأنه القضية المتعلقة بتايوان أيضا هي قضية معقدة. يعني السؤال المطروح اليوم أنه أوكي أنه الصين سياسة الصين الواحدة، هذا يعني كلام لا غبار عليه ولا شك فيه، لكن المسألة أنه في عنا يعني في عنا جزيرة أو في عنا منطقة أو في عنا بلد اسمها برضو الصين الوطنية، اللي كانت الصين الوطنية. طيب كيف بدك تدمج نظامين مختلفين في دولة واحدة؟ كيف بدك تجبر شعب معين أو مجموعة سكانية معينة؟ خلينا نأخذ العالم العربي، ما إحنا اللغة، يعني السؤال هون إنه هل اللغة هي العامل الوحيد لتشكل الدول أو لتشكل الأمم؟ يعني إذا كان هيك، ما إحنا شايفين قديش بدنا نخوض حروب لحتى يعني نتجاوز هاي المسألة، ومن ضمنه هي الحرب الروسية في أوكرانيا، إنه والله بيحكوا لغة روسية أو إنه جزء من روسيا. أنا بقصد يعني أنا بغض النظر إنه بتعاطف مع الصين أو ما بتعاطف مع الصين، إنه إحنا أمام واقع إشكالي، إنه في عنا مجموعة سكانية من 24 مليون. أنا السؤال اللي بدي أطرحه إنه يعني إنه إيش حاجة الصين مثلا مع تعاطفي مع أنه يكون في صين موحدة، لكن ما حاجة الصين في هذا الوضع الإشكالي والمتفجر؟ الصين اللي مساحتها تقريبا 10 مليون كيلومتر مربع، اللي هي 300 ضعف من مساحة تايوان اللي هي 36 ألف كيلومتر، ألف كيلومتر مربع، وعدد سكان 24، بينما عدد سكان الصين مليار و400 مليون. وناهيك عن الثروات، يعني ما في ثروات معدنية أو ثروات باطنية في تايوان. كل ما هنالك أنه تايوان تتميز بأنه هي بلد متقدم تكنولوجيا،
هذه الحرب المقبلة ستكون يعني إذا ما تحدثنا عن الشرائح الصغيرة. بس اللي بدي أقوله هون إنه ليش الصين يعني ليش تايوان متقدمة تكنولوجيا؟ لأنه فيها نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مختلف عن الصين. هذا اللي يعني مع كل النجاحات اللي يعني أكيد العالم كله يعترف بها للصين، إلا إنه تايوان هاي الجزيرة الصغيرة إلها حيز كبير من التكنولوجيا في العالم، يعني تحتل مكانة مهمة جدا. إذا المسألة إنه إحنا عندنا نظامين مختلفين، كيف بدك ترغم يعني ما هو البعد الأخلاقي أو السياسي اللي بده يخلينا نرغم شعب على أنه يكون ضمن نظام هو لا يعني هذا واضح بالنسبة للمقاربة الصينية. عذرني على المقاطعة أستاذ ماجد، يعني الصين تقول بأنه تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، واعتمادا بمبدأ الصين الواحدة، وحتى إن اضطرت أن تسترجعها بالقوة، يعني لا مجال لأي نقاش أعتبر بالموقف الصيني. هاي المشكلة انه بمعنى انه في مجموعه سكانيه تعودت على انه في تعدديه حزبيه عندها، في عندها حريه راي، في حقوق للمواطن، بدها تندمج في دوله لا تعترف بكل تلك المسائل. هي الفكره، كيف سيقف امامها العالم بهذا الامر، وكيف ستقف امامها الصين؟ على الصين ان تقايض او ان تنظر بعين الاعتبار الى المخاسر التي يمكن ان تنجم عن ذلك، بمعنى ان تتعرض الى نوع من العزل كما نشهد اليوم، انه اليوم في ايضا في محاوله يعني لكبح الصين عن الذهاب نحو الحرب، يعني او نحو القوه، يعني ممكن استعاده الصين لتايوان بوسائل تدريجيه عبر الزمن، ممكن يصير خلق مناخات واوضاع سياسيه واقتصاديه واجتماعيه تندمج تايوان بالصين بشكل تدريجي، ولكن دمجها بالقوه او اخذها بالقوه هذا يعني ان الصين ستخسر كثيرا من المسارات العولمه اللي حققت نجاحات لها بعلاقتها بالغرب، اللي يعني ادى الى هذا النمو الاقتصادي الهائل في الصين. هذا النمو اللي صار بالصين لم يكن لا يحصل لولا اندراج الصين في مسارات العولمه، ولولا العلاقه الاقتصاديه مع الغرب. اليوم السوق الاساسي للصين، للبضائع الصينيه ولليد العامله الصينيه، هي اوروبا والولايات المتحده الامريكيه. فعلى الصين ان نشوف وين المخاسر وين المرابح من اخذ جزيره صغيره او يعني دعني انقل هذه النقطة إلى الدكتور كيندو. دكتور كيندو، يعني لا أعرف إن كان لديك تعليق على هذه النقاط تحديدا، ولكن في حال يعني نحن نشهد توترات وتزايد هذه التوترات فيما يتعلق بموقف الصين من تايوان وكيف يمكن أن تتطور الأمور، هل برأيك اليوم نزاع أو جبهة جديدة إن صح التعبير، جبهة توتر أعني ليست جبهة للقتال، إنما جبهة توتر اليوم صينية أوروبية برأيك تخدم الصين؟ أنا لا أعتقد بأن بكين ستأخذ هذه البيانات بجدية كبيرة، وبطبيعة الحال بنهاية المطاف ثمة الكثير من الآراء المختلفة، وطبعا هناك سياسات مختلفة تعتمدها الدول الأوروبية إزاء الصين، ونحن نعلم أن الدول الأوروبية فيها انقسامات فيما بينها بشأن تايوان والصين، كما هناك انقسامات مثلا بشأن اتفاقية تصدير الحبوب. ولكن إذا ما كان هناك تدخلا في الشؤون وشؤون تايوانية، فهذا ربما قد يذكر الكثيرين فيما مضى في أيام الصين الماضية، وربما ليست هذه الصورة التي تريد الصين أن تبدو بها. ولكن في هذه الحالة إذا ما كان هناك تدخلا، فبالتالي سيكون ربما هناك رد فعل من جانب الصين. ربما اليابان هي الدولة الوحيدة التي لم تعبر مباشرة عن معارضتها إزاء زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، وبعدها توقف رئيس تايوان في الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارتها. إذا كل هذا بالنسبة للصين هو محاولات لتغيير الوضع الراهن
هن في الصين وتايوان. نعم هناك تدريبات صينية في محيط تايوان، ولكن هذا كان ردا على السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الصين، ربما قد يصفها البعض بأنها استفزاز، ولكن هذا غير صحيح، هذا كان ردا فقط. والآن الأوروبيون والاتحاد الأوروبي لديهم، أو هذا الرئيس الأوروبي يعني جوزيف بوريل ينطق بهذه التصريحات ويقول، ولكنني أقول إن الدول لديها سياسات مختلفة. والآن ضيفكم الكريم يقول إن هناك اهتمام تكنولوجيا بتايوان، بأن هناك نظامان مختلفان، ولكن الصين متقدمة أكثر بكثير في الذكاء الاصطناعي مثلا من تايوان، وأكثر بكثير متقدمة في الرقمنة، رقمنة الاقتصاد، وبالتالي نحن أيضا متقدمون، أو الصين أيضا متقدمة، وأوروبا هي التي تعد متخلفة ومتأخرة بالأحرى في هذا المجال، وهناك نصف أو هناك عدد كبير من المركبات التي يتم أو هي تحتاج إلى أشباه الموصلات من تايوان مثلا، ولكن هذا ليس على علاقة بالنظام ولا بالديمقراطية والنظام الأنظمة المعتمدة، ولكن هذا فقط كلام ربما ضيق، وهو تسرع ربما في التوصل إلى خواتيم وإلى خلاصات، ومن الصعب ربما أن نفهم وجهات نظر مختلفة. يعني فقط للتوضيح أستاذ ماجد، وضعها في إطار بأنه الصين متقدمة وتايوان متقدمة، ولكن لماذا إذن تريد الصين ضم تايوان مع كل التقدم التي هي يعني حققته في السنوات الماضية، مع كل ما يمكن أن يجلب ذلك من متاعب؟ ولكن أود أن أبقى معك دكتور كيندو حول هذه النقاط. يعني اليوم حتى على الرد، عندما تحدثت حضرتك على موضوع المناورات التي قامت بها الصين، البعض اعتبر أنه حتى إذا كان هذا رد على مناورات أمريكية يابانية ليس بالرد الكافي، وبالتالي يعني الرسالة ربما لا تزال أبسط من أن تأخذها الولايات المتحدة 100% على محمد الجد أو كتهديد. شكرا على هذا السؤال، لكن دعيني أقول إن هناك انعدام للثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كانتا تعملان مع بعضهما البعض عندما كان هناك سياسة مختلفة من واشنطن إزاء الصين، حيث كانت واشنطن تحترم سياسة الصين الواحدة، وطبعا لم تكن هناك مسألة تايوان بهذه الحدة، ولكن تم تغيير هذه السياسة من تنافس إلى مواجهة، وثم تعاون قليل جدا بين الدولتين حاليا، والولايات المتحدة الأمريكية تأخذ كل التدابير الممكنة مثل شن حتى حرب تجارية وحرب اقتصادية ضد الصين، وتايوان صادف بأنها أداة ضد الصين تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا ما كان هناك صراع أو انعدام الاستقرار في تايوان، فإن الفكرة في الصين إن هذا سوف يؤثر على الزخم الصيني. الولايات المتحدة الأمريكية ربما قد تبقى المنافس الأول للصين، ونحن نعلم أن الجاهزية العسكرية للصين دائما مستعدة للتأكد من جاهزية الصين في حال أي تدخل أمريكي. نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في كل أنحاء العالم، وبالتالي من الضروري أن نكون دائما جاهزين في حال أسوأ السيناريوهات، فيجب أن تكون الصين متأكدة من قدرتها على الدفاع عن سيادة أراضيها. طيب أختم معك أستاذ ماجد بما ذكرته ببداية الحديث والنقاش، وجهة نظر أخرى اليوم تلوح في سماء الاتحاد الأوروبي إذا ما اعتبرنا من موقف جوزيف بوريل، إلى أي مدى ربما سنكون أمام حالة أوروبية جديدة فيما يتعلق بهذه المقاربة في دقيقة لو سمحت؟ يعني أنا أراهن على الحكمة الصينية، إنه الصين يجب أن تقايض أو يعني تنظر بعين الاعتبار إلى إنه العالم اليوم
هو عالم مختلف. يعني العالم يحتاج للصين باعتبارها هي مصنع، هي مركز يعني الصناعات الاستهلاكية في العالم، لكن يجب أن تعرف أيضا أو هي تعلم أن الصين بدون السوق الأوروبية وبدون السوق الأمريكية لا تستطيع أن تجد يعني سوقا أخرى بديلة. لا يوجد أحد يعوض الصين تلك السوق، لذلك المخاسر في رأيي هي أكبر من المكاسب. وأعتقد أن الصين في غنى عن أنه تخوض مغامرة في مواجهة مع الغرب، مثل ما قلت أنه يعني بس بدي أجيب مثل كرد على زميلنا في البرنامج، أنه المركز مثلا ألمانيا عمليا اقتصادها هو ربع الاقتصاد الصيني، يعني احنا عم نحكي عن تقريبا 5 تريليون دولار في الناتج الاجمالي لالمانيا في العام، هذا مع انه الصين 30 ضعف من مساحه المانيا، واضح. ومع انه الشعب الصيني يعني مثلا عدد الصينيين هو حوالي 17 ضعف عدد الالمان، صحيح. هذا بيعني انه مش الرقم هو اللي بيحدد، بدك تشوف كمان عدد السكان وقديش هدول السكان بينتجوا. لذلك انا ارى ان يا ريت انه الحكمه الصينيه تتغلب عن التهور في هذا الأمر. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا أستاذ ماجد كيالي من برلين الباحث السياسي، انتهى وقتنا، شكرا جزيلا. وأيضا أشكر من بكين ضيفنا زميل أول في معهد بانغول وأستاذ مساعد في جامعة رينيمين في بكين، شكرا جزيلا لكما.